تفاصيل الخبر تفاصيل الخبر تفاصيل الخبر تحليل معمق لأخبارنا اليومية يأتيكم عبر أثير الجزائر الدولية مع سهام غدير. مع سهام غدير تفاصيل الخبر. تتعدد النصائح الطبية بخصوص الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، والذي حصد ولا يزال أرواح آلاف الأشخاص عبر مختلف القارات، حيث يؤكد الخبراء على ضرورة البقاء في المنازل بالإضافة إلى استخدام المعقمات والكمامات، وذلك تزامنا مع مواصلة المختبرات جهودها لتصنيع لقاح مضاد ضد فيروس كورونا. إذن نفصل بخصوص هذا الموضوع تماشيا التطورات الحاصلة من انتشار الفيروس بالإضافة إلى هذا التسابق من أجل إنتاج لقاح، مع ضيفي من القاهرة البروفيسور إسلام عنان، وهو خبير في انتشار الأوبئة وفي اقتصاديات الصحة. في البداية دكتور عنان، أهلا بكم عبر مواج الجزائر الدولية. أهلا وسهلا بك وكل أهلنا في الجزائر. شكرا دكتور. في البداية نود تعليقكم على آخر التطورات الحاصلة على مستوى المختبرات. اليوم يتم الحديث من فرنسا على أن هناك اختبار وطني لعقار أعطى نتائج مشجعة ضد كورونا، وهو عقار استخدم على مدار عقود ضد الملاريا. دكتور، كيف تقرؤون علميا هذه الخطوة الفرنسية؟ حاليا الكلوروكين هو دواء انتاج شركة فرنسية، كان يستخدم، هو دواء قديم كان يستخدم لعلاج الملاريا، وكان يستخدم برضو لعلاج الروماتيزم المفصلي روماتويد أرثرايتس والذئبة الحمراء اللوبس، وبيتجرب حاليا في مختلف دول العالم للمرضى اللي عندهم COVID-19 أو فيروس كورونا المستحدث. اللي وجدوه الدكاترة ان هو بيقلل مدة المستشفى للستي، الإقامة في المستشفى، بيحسن شوية في الأعراض، فابتدوا يعملوا عليه أبحاث أكتر. حاليا يعني كان الرئيس ترامب طلع قال ان احنا هنبتدي نستخدمه بصورة أوسع، بس بعديها على طول الصحة والدواء الأمريكية قالت ان ده غير صحيح، احنا لغاية دلوقتي لسه في قيد الأبحاث، احنا هننتظر في حدود شهرين ثلاثة من أي دواء حتى لو كان موجود قبل كده، عشان يتاخد لمرض جديد محتاج يمر برضه بمراحل موافقات. ليه مراحل موافقات وخصوصا مع الكلوروكين؟ الكلوروكين دواء قوي، ليه آثار جانبية كتيرة جدا، ليه كمية يعني precautions ان حد يقدر ياخده، خصوصا مرضى ضغط، مرضى القلب، بسن معين بيراقبوا وضع في الكلى وضع في الكبد، فمش اي حد يقدر ياخده. احنا لاحظنا في مجتمعاتنا العربية انك بتروح تشتري من الكماليات، ده غلط تماما، هو لا يقي من فيروس كورونا، ده بيتاخد بس للحالات اللي موجودة في المستشفيات، ولازم تحت اشراف طبيب واللي بكتبه طبيب، لان هو دواء صعب مش سهل. في ما يخص ربما الدول العربية وانتشار الفيروس، ونحن نسجل يوم بعد يوم ارتفاع عدد الاصابات وحتى حالات الوفيات، هل ترى بأن الإجراءات المتواصلة التي تتخذها الحكومات كافية اليوم؟ وهل ترى بأن بين الأسبوعين بالتحديد دكتور يعتبران فيصلا في سيرورة انتشار هذا الفيروس؟ ده الكلام المهم بقى، يعني انت اشرت نقطه مهمه للغايه. الاسبوع اللي احنا داخلين فيه ده اهم اسبوع، ده الفيصل. الاسبوع ده يا اما نشهد ان العالم العربي الاصابات الجديده تبتدي تقل على اخر الاسبوع، او حياتنا كلها تفضل واقفة أكتر من الأسبوعين، ممكن تمتد الأسبوعين كمان. ده الأسبوع اللي احنا نقدر نقول فيه هل احنا نعرف نسيطر على الفيروس بسلوكنا وعاداتنا، من احنا فعلا ننفذ الإجراءات بتاعت العزل والإغلاق التام للدولة، عدم الاختلاط تماما، ونحاول نخاف على نفسنا ونخاف على أهلنا. يعني الشباب الصغير لو قال أنا في الآخر كده كده ما بيجيليش الفيروس، بس انت مش المفروض تكون سبب عدوى لشخص كبير في السن او شخص عنده مرض مزمن، ساعتها هنبتدي يبقى في عندنا مشكله. احنا الحمد لله ربنا انعم علينا في الوطن العربي ان احنا مجتمعات شابه، احنا متوسط العمر سواء في الجزائر او في مصر او في الوطن العربي في حدود 24 سنه. اوروبا فيها مشكله كبيره، ان اوروبا قاره عجوز، متوسط الاعمار يمكن ضعف الارقام الموجوده في الوطن العربي، فبالتالي نسب الاصابات عاليه بالزياده. محتاجين نستغل ده ان احنا عندنا وعي زياده، ناخد بالنا خصوصا للناس اللي لسه بتشتغل وهي راجعه بيوتها، ده اهم حاجه الاسبوع ده. وانت داخل البيت القاعده الاهم، ما تاخدش معاك جراثيم الشارع للبيت، اقلع الحذاء، اي حاجه كانت معاك حاول تتخلص منها اول ما تخش البيت. اول ما تخش البيت اغسل ايدك، اغسل وشك، لو كان معاك لابتوب، لو كان معاك شنطه، معاك الموبايل بتاعك نظفه كويس جدا، لو معاك حد كبير في السن جوه المكان اللي انت عايش فيه ما
تختلطش بيه الفترة ديت، حاول على قد ما تقدر يبقى بعيد عنه، في متر أو مترين ما بينك وبين أي شخص بتحبه. دكتور، هناك دراسات متواصلة خاصة صينيا فيما يخص تحديد الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، الحديث عن فئة الأطفال والشباب ربما هي أقل تأثرا بهذا الفيروس، كيف تقيمون ذلك رغم أن هاتين الفئتين ربما إذا لم تتأثر كثيرا فإنهما ربما يساهمان في انتشار أكثر للفيروس لفئات عمرية أخرى؟ هذا خطأ لسببين. يعني مبدئيا الواحد لازم يكون عنده وعي حتى لو كان صحيح جدا من ناحية الصحة ومش هيجيله الأعراض، هو هيبقى ناقل، لازم يبقى عنده وعي ان هو ما يعيش وهو نقل الفيروس لحد من أهله. يعني احنا متخيلين لو حد نقل الفيروس لوالده ولوالدته لحد من أهله ممكن يبقى الذنب نفسه عامل ازاي عليه. يعني احنا عايزين نحافظ على أهلنا. الحاجة الثانية، هل الشاب ده واثق 100% ان هو مش هيجيله أعراض؟ احنا شفنا برضو نسب صحيح قليلة، بس في نسب من الشباب جالهم الكوفيد-19 ودخلوا المستشفى وجالهم التهاب تنفسي حاد. الحاجة الثانية، هو المفروض ما بيجيش الا للناس اللي عندهم سن كبير او عندهم مشاكل في المناعه او عندهم امراض مزمنه. بس هل احنا متاكدين ان احنا شبابنا بالشيشه والسجاير اللي بتتشرب بالتلوث اللي عندنا ان هم كلهم سلام 100% من ناحيه التنفس ورئه؟ ما تعرفش ممكن يبقى جوه جسمك ايه. فما تحطش نفسك في مخاطر ان انت حتى عشان عندي حاجه 20 سنه ولا حتى اقل من 20 سنه مش هيجي لي اعراض، ممكن يجي اعراض. حافظ على نفسك وحافظ على عيلتك اللي قاعدين معاك في البيت او قرايبك اللي انت بتتعامل معاهم. سؤال اخير دكتور اسلام عنان، على مستوى هذه البارقه من الامل على تسابق فيما يخص انتاج اللقاحات، هناك 4 مخابر عالميه على قدم وساق من اجل انتاج لقاح خاص، هل تراه قريبا؟ خاصه وان المختبر الالماني تحدث في الساعات القليله الماضيه ان له عقار سيكون الانجع ان صح التعبير وسيطرح خلال الخريف القادم. تمام، احنا عندنا 4 دول داخلين في سباق انتاج اللقاح. هم دول المتميزين جدا دلوقتي في الابحاث، المانيا وفرنسا وامريكا والصين. هو عموما اللقاح عشان ينزل السوق محتاج يمر ب4 مراحل، مراحل التجربة على الحيوانات، بعد كده المرحلة الأولى للسلامة، بعد كده المرحلة الثانية والثالثة، بعد كده يطرح في الأسواق وياخد الموافقات الأولى والثانية والثالثة دي على الإنسان. اللي عدى مرحلة الحيوانات وحاليا بيجرب على البشر هي أمريكا والصين. ألمانيا التصريح بتاعها إن هم خلاص يعني بيخلصوا مراحل الحيوانات وفي خلال 1 أو 2 شهر هيبتدي يجربوه على البشر. طب ده بياخد وقت قد إيه؟ في العادي لو مش وقت كوارث، الوقت العادي تماما بياخد 15 سنة. في الوقت اللي احنا فيه ده بيتم تسريع ال 15 سنة إلى 18 شهر. احنا دلوقتي بنتكلم في 18 شهر من دلوقتي لغاية ما يبقى فيه لقاح. اللي ألمانيا بتقول وأمريكا والصين اللي هي المرحلة الأولى للتجربة على البشر. دي لو نجحت هيبقى فيه المرحلة الثانية، لو المرحلة الثانية نجحت هيبقى فيه المرحلة الثالثة. تخلص إمتى؟ تخلص تقريبا على شهر مارس 2021. احنا لو هنتظرنا لقاح، اللقاح هيبقى غالبا السنة الجاية. احنا ليه بنعمل لقاح ومصر؟ بنعمله عشان نكسر الشين رياكشن أو التفاعل التسلسلي للعدوى للانتشار. التفاعل التسلسلي للعدوى ده بيتكسر بحاجتين، يا إما بوجود مصر وعلاج أو بأن احنا نقطع الصلة ما بين الشخص والآخر عشان العدوى ما تتنقلش. احنا ماشيين في السكة الثانية حاليا اللي هو بيسموها الفصل الاجتماعي ووجود متر أو مترين كل شخص عشان العدوى تقطع السايكل بتاعتها. والناحية الثانية عندنا علاجات ناجعة وعلاجات قديمة بنستخدمها، المصل هو اللي هنستنى شوية عليه. فلسه في أمل، يعني إن شاء الله احنا متفائلين إن شاء الله في غضون شهور الموضوع يتحل حتى قبل ظهور المصل. يعني البروفيسور إسلام عنان الخبير في انتشار الأوبئة وأستاذ اقتصادية الصحة كنت معنا من القاهرة. دكتور شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل. شكرا لك. في الأخير مستمعينا تقبلوا تحيات سهام غدير، إلى اللقاء.